قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قال إن هناك اصطفافا شعبيا وراء موقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي أوضح المستشار محمود فوزي أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. لما كانت القضية الفلسطينية قد فرضت نفسها على مسار الأحداث، كان لموقف القيادة السياسية تأثير مباشر على حركة الشارع، واستشعر المواطن أهمية القيادة الحكيمة المدركة للأبعاد الدولية والتاريخية، لذا وجدنا اصطفافا كاملا خلف هذه القيادة تأييدا لهذا الموقف الوطني المشرف. وعندما تصاعدت الأحداث أكثر، قامت الحملة الرسمية بتعليق أنشطتها وفاعلياتها لمدة أسبوع، كما رفعنا العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة للتعبير عن تضامننا الكامل مع أشقائنا في فلسطين، وشاركنا في حملات التبرع للدم التي دعا لها التحالف الوطني للعمل التنموي والأهلي، وكما شاركنا أيضا في الوقفات الاحتجاجية ومسيرات الدعم التي انطلقت معربة عن رفضها لما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية.